عارف طيب. نفسك كبير ماشي كامل بقى الكلام اللي قلته اتفضل. السؤال المهم دلوقتي يعني هو ليه اصلا ليه ان 6 ابريل عاوزه تولع البلد باي طريقه؟ دي حاجه ثانيه، ليه المجلس العسكري مش واخد الموقف؟ وكل لما نكلم المجلس العسكري دلوقتي يقول لك احنا خرجنا له من قدام خرجنا الدولارات. طب يا جماعه اتحركوا معاه، يقول لك لا قول الانسان والاعلام الخارجي. طب يا جماعه ما احنا الشعب المصري عارفين بلدنا وعارفين 6 ابريل بتخرب، احنا محتاجين الاعلام هو اللي يوضح لنا مين دلوقتي اللي بيخرب ومين اللي بينتج جوه البلد. الاعلام ما بيبيعهاش ده السؤال. طب اسمعني بس، تاني حاجة يا جماعة احنا بنتكلم عن محاكمات في قضايا فساد، محاكمات قضايا الفساد ما بتتحكمش تاني يوم، لها وقت ولها إجراءات، وفعلا في ناس من الوزراء خدوا دلوقتي أحكام، يبقى احنا نصبر عشان الإنتاج يدور، وقال حتى لو مباركة عدم بكرة، هل ده هيأثر مع عجلة الإنتاج بحاجة؟ لا، يبقى ندور على الأهم اللي في بلدنا إيه؟ يبقى 6 أبريل بتولع في البلد وإحنا فين بنتفرج عليها؟ لكن أنت بتحكي أنا بفكر حضرتك المرة التانية، هم راجعين دلوقتي حالا نقط و6 أبريل متصلين قدام عيني. تمام، شكرا شكرا، اتفضل عايز تقول لحضرتك. أنا عايز نعمل صور بس يعني الأستاذ الجميل ده، صور عربيات المحاكم.